خليني أبدأ مع حضرتك بمنتخبنا الوطني وتشكيل منتخبنا الوطني. والكل الحقيقة شاف أن النهاردة المباراة من الناحية الفنية منتخبنا الوطني لم يكن جيد. المنتخب هو في الأول كابتن إسلام زي ما اتفقنا مجموعة اللاعبين اللي عندنا هو الراجل بيلعب بتشكيل لعب فيه مبارتين قبل كده. شكل أداء في الأول، أولا احنا مش عايزين نستهين بزيمبابوي، لأن كل الناس متخيلة زيمبابوي دي فرقة يعني ضعيفة وكده، مع أنها أول مجموعتها مع أوغندا في الترتيب يعني ما وصلتش كده بضربة حظ. لكن أنا بقول بالنسبة لفرقتنا احنا فرقتنا ينقصها الربط الخططي، الربط انهم مجموعه لعيبه كويسه لكن مش مربوطين مع بعض صح. اللحظات اللي بيرتبطوا بيها وبينفذوا فيها بيبان اداء اللعيبه. يعني الهدف الوحيد اللي اتسجل بمهاره فرديه من تريزيجيه مع ايمن اشرف، مع تبان كفاح ان الكره دي استخلصوها ازاي من الخصم عشان ما وصلوا بيها ثم سدد، وهي الكره بتيجي كده بس دي على فترات. النهارده يمكن سوء حظ كتير كان معاند صلاح، في اداء في الملعب ما كانش مظبوط بالنسبه وسط الملعب عندنا ما اتظبطش. بعض التغييرات للمدرب برضو ما كانتش هي التغييرات اللي كان يجب ان تكون، يعني ما غيرتش للاحسن. المفروض الواحد بيغير حاجه بيشيل نقطه ضعف بيحط نقطه قوه عشان يقدر يسيطر على المباراه. بالعكس التغييرات ساعدت الفرقه الثانيه انها تؤدي، مش ان احنا اللي نعمل كده. لكن اولا شكل اي مباراه افتتاحيه لازم بيبقى فيها ضغوط كده لغايه المباراه ما تمشي، يعني ما من السهل جدا انكم احنا خسرنا اول مباراه هنا سنه 86 من السنغال، فخسرنا في الافتتاح ثم في النهايه كسبنا البطوله. فدايما الافتتاح بيبقى وبطولات عالميه بتحصل كده، فاحنا مش عايزين نركز قوي في ان احنا الشكل، لكن ما فيش شك ان المستوى الفردي لكن الجماعي غير موجود، وسط الملعب غير موجود، واجبات غير موجود. الربط الجماعي هو ده اللي ينقصنا، التعاون مع الخطوط. الخطوط كلها بحس انها متباعده او منفصله او اللعب اجتهادي، تمام، يعني مفيش حاجات بتبقى متكرره. تمام. احس ان المدرب عاملها تمام.